السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات. اخيرا وبعد طول انتظار وبعد سلسله من الاخبار الحزينه بالنسبه لسوق السيارات المصري، اخيرا خبر مفرح لسوق السيارات اجمالا ولابنائنا العاملين في الخارج تحديدا. الخبر بيقول سريعا كده ان سوف يتم السماح لابنائنا العاملين بالخارج باستخدام سياراتهم دون شرط الملك الاول وبدون جمارك. خبر صح، خبر بمليون جنيه. حبيت ان انا اكون اول واحد اضيف لكم الخبر ده. وهتقول لي طبعا مبدئيا سريعا كده انت جايب الخبر ده منين؟ خلونا اول نتاكد من الخبر. الخبر منشور على صفحه رئاسه مجلس الوزراء المصري، شايفينه اهو. تمام، ده الخبر اهو بتاعنا. تمام، وخلونا نقرا الخبر مع بعض، وهبدا بقى ان انا اشرح لكم التفاصيل بتاعته. هو ده العنوان الرئيسي كده. العنوان الرئيسي: سوف يتم السماح لابنائنا المقيمين بالخارج ان هم يستخدموا سياراتهم او يدخلوا عربياتهم مصر بدون شرط الملك الاول وبدون ما يدفعوا جمارك. كلام جميل جدا. خلونا بقى نشوف التفاصيل جوه الخبر نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رئاسة مجلس الوزراء المصري، دي الصفحة. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج استجابة لمطالب أبنائنا في الخارج ومطالبنا احنا كمان. ما تنسوش ان احنا في حملة من حقنا اللي انا عاملها على الفيسبوك من حوالي 3 سنين، كان اهم مطلب عندي ان هو يتم السماح للمصريين المقيمين بالخارج باستيراد سياراتهم او بادخال سياراتهم لمصر، بغض النظر بقى عن الساعة اللترية وعن الملك الاول وعن الكلام ده. انا قلت مش من المنطقي ان كل مصر هيسافر بره هيروح يجيب عربية من الزيرو عشان ما هو الملك الاول ليها، فاكرين انتم؟ طبعا هتشوفوا ده في حملة من حقنا على الفيس. اذا احنا كلامنا الحمد لله بيتحقق. بصوا بقى يا سيدي، بيقول لك: ينص مشروع القانون على انه استثناء من القواعد والاحكام المنظمه للضرائب والرسوم المستحقه على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، اللي هو القوانين يعني بتاعه الضرائب وبتاعه الجمارك والكلام ده، هيبقى فيها استثناء. واحكام الاعفاءات الجمركيه المقرره وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنه 2020، والضوابط الاستيراديه المقرره في الشان ذاته. اسمع بقى الخبر: يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، يعني شرط أساس أن يكون لك إقامة في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي. ممتاز، مش عايزين أكتر من كده. معفرقة من إيه؟ من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداءها للإفراج عن السيارة. قشطة، يعني مفيش رسوم. طيب، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول. ممتاز، الكلام لحد دلوقتي ممتاز. وذلك وفقا للقواعد والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل، تعالى بقى ايه حق الحكومه بقى، اسمع بقى الحته دي بقى اللي هي ايه الزتونه بتاعه الخبر، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعمله الاجنبيه. يعني تاني خلينا نكمله بعدين اشرحه لكم. السداد مبلغ نقدي بالعمله الاجنبيه لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أدائها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول. وينص مشروع القانون على أنه يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد. يعني بعد 5 سنين ايا كان سعر الصرف بقى تاخد فلوسك تاني. طيب ايه، انا عارف ان انتوا اتلخبطتم، لان انا اول ما قريته برضو اتلخبطت، انا ما بقتش فاهم هم عايزين ايه. بصوا يا جماعه، هو قال لك احنا هنسمح لك انك تجيب عربيتك من بره. يا عم قشطه زي الفل، وكمان يا عم مش عايز منك جمرك، والله انت راجل محترم جميل. ولكن دي بقى ايه، يعني الشيطان كله مستخبي ورا ولكن دي. ولكن قال لك ان شوف بقى هي الجمارك على العربيه دي هتبقى قد ايه. سي مثلا سي 100,000 جنيه، لا هنخليها 200,000 جنيه. 200,000 جنيه يعني تقريبا 10,000 دولار تقريبا كده. خلاص طيب، ما هنضرب في 20 يعني، ده اللي هو سعر الصرف. المهم طيب، ال 10,000 دولار بقى دول يا جميل انت هتحولهم من بره اول قبل ما تجيب العربيه. يعني انت هتكلم وزاره الماليه تقول لهم يا جماعه انا عايز اجيب عربيه كذا 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 موديل كذا، هيقول لك والله دي عليها ضريبه قيمه مضافه كذا وضريبه جدول كذا والجمارك كذا، ايا كان بقى اللي هي المصروفات اللي عليها، دول هيمثلهم قيمة مثلا 200,000 جنيه مصري، فانت لو سمحت حول لنا 10,000 دولار على رقم الحساب اللي هندهولك. فانت هتروح محول ال 10,000 دولار، هتقول لي طب مش انت قلت لي بدون جمارك؟ هقول لك ما استنى بقى،
ال 10000 دولار اللي انت هتبعتهم دول اللي هم المفروض ان دي قيمه الجمارك بتاعتها، انت هتبعتهم على حساب في وزاره الماليه، وزاره الماليه هتاخدهم وبعد كده هتديك ورقه ان انت تدخل بها العربيه او تديك تصريح بانك تدخل بها العربيه. بعد 5 سنين يا جميل تسترد الفلوس دي تاني. يبقى اذا الحكومه ما خدتهاش ولكن دورت نفسها بقى دلوقتي، دخلت مصدر للعمله سريع دلوقتي للعمله الاجنبيه لانهم محتاجين دولارات حاليا. فهم هيعملوا ايه؟ انت هتبعت الفلوس بالدولار، هم هيدخلوها الخزينه، بعد 5 سنين ليك الحق ان انت تسترد الفلوس دي تاني ولكن بالعمله المصري، يعني مش هتاخدهم دولار تاني، هتاخدهم بالعمله المصري بعد 5 سنين بوقتها بقى، يعني بالعمله المصري مثلا انت ال 10000 دولار كان دول في وقتها مثلا ب 10000 جنيه اخدتهم، ب 100000 جنيه اخدتهم، المهم ان انت هتاخدهم ايه؟ مصري بعد ال 5 سنين. فيعني هو قانون، معرفش بقى انتوا رايكم في ايه بقى، هو حلو ووحش، يعني انتوا شايفين ان هو ينفعكم ما ينفعكمش، لان هو على جميع الاحوال هيعمل انفراجه في السوق، ده رايي يعني. المهم ده كده القانون، ده كده الفكره بتاعته ملخصها. نكمل بقى ايه شويه التفاصيل بقى. يشترط بقى ايه؟ ان يتوفر في المصري الذي يرغب في الاستفاده من احكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه ان يكون له اقامه قانونيه ساريه خارج البلاد، زي ما احنا قلنا في الاول ان هو يكون ايه؟ له اقامه ساريه، وان سنه يكون عدى 16 سنه على الاقل، وان هو يكون عنده حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه اكتر من 3 اشهر، ويستثنى من هذا الشرط الزوج المصري اللي مقيم في الخارج وابنائه اللي تتوفر فيهم بقى ايه؟ باقي الشروط اللي هي الاول اللي احنا قلناها في الاول. ويشترط في هذه السياره التي يتم استيرادها من غير الملك الاول، ركز بقى معايا، الملك الاول اللي هي من الزيرو مفيش مشكله، انما اللي من غير الملك الاول بقى لازم تكون لا يزيد عمرها في تاريخ العمل باحكام هذا القانون عن 3 سنين من سنه الصنع. يعني احنا النهارده في 22، يبقى انت اقصى حاجه هتجيبها هتكون 2019. برضو دي شرط يعني هيخنق ناس كتير شويه. لكن هو خلي بالك الموضوع كله هيبقى تجاره مش هيبقى اكتر من كده يعني. بس ماشي. المهم ونص مشروع القانون ايضا على ان يصدر مجلس الوزراء خلال 2 من تاريخ العمل باحكام هذا القانون بناء على عرض من وزير الماليه بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصه. طبعا هم لسه بقى هيظبطوا دنيتهم مع بعض، يعني المهم هو قرار طلع. القرار منفذ احكامه مرفقا به جداول بقيمه المبالغ النقديه ونوع العمله الاجنبيه وواجبه السداد موزعه بحسب انواع فئات الثروات ومنشاها. طبعا هم لسه دلوقتي الخبر طلع كده، انما هم لسه بيقول لك احنا لسه هننظم الجداول بقى اللي انت هتدفع على اساسها. اللي هو طبعا بيبقى راجع بقى على حسب نوع السياره ومدلها والمفروض كمالياتها، يعني المفروض زي ما احنا عارفين. فيعني هم لسه ما ظبطوش الجداول بتاعتهم، بس بيقول لك هو ايه المفروض في خلال 2 هيكون في تظبيط للجداول دي. يشترط الاستفاده من احكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالماده 1، ركز بقى معايا اهو دول مهمين قوي. يشترط الاستفاده من احكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالماده 1 خلال مده لا تتجاوز 4 اشهر من تاريخ العمل بقرار التنفيذ المنصوص عليه بالماده السابقه. ركز معايا، احنا المفروض القرار طلع النهارده هيتنفذ في خلال 2، انت معاك 4 شهور تكون لاعب فيهم اللعبه دي. فهو تقريبا يعني على ما انا شايف كده ان ده حاجه مؤقته، يعني مش حاجه مش هيبقى مفتوح لمده كبيره، الله اعلم يعني. بس هو الكلام واضح كده ان هو اشترط الاستفاده منه تحويل المبلغ النقدي من خلال مده لا تتجاوز 4 اشهر. طيب، ويسجل المصري الذي يرغب في الاستفاده من احكام هذا القانون بياناته وبيانات السياره المطلوب استيرادها اول، ركز معايا، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، وبعد كده بقى يمنح في مقابل ذلك موافقه استيراديه تثبت تمام السداد وبيانات السياره، عشان ما هو ما يديلهمش بيانات او يدفع على عربيه مثلا هاف اوبشن ويجيب فول اوبشن. وتكون هذه الموافقه صالحه لاتمام اجراءات الاستيراد والافراج عن السياره المستورده لمده عام ميلادي من تاريخ صدورها. يعني انت هتدفع ومعاك سنه بعد ما، يعني انت هتدفع في خلال 4 شهور دول تستغل الفرصه ومعاك بقى سنه تلعب فيها زي ما انت عايز على ما تجيب العربيه بتاعتك، يعني انت فاهم ازاي؟ ده كده تقريبا الحاجات الاساسيه. طيب، المهم ان في حاله عدم اتمام الاستيراد خلال المده المشار اليها في الفتره السابقه يسترد المبلغ النقد السابق سداده فورا بذات القيمه والعمله المسدد بها بدون عائد. يعني بيقول لك لو انت بعد ال 4 شهور او في خلال السنه دي ما جبتش عربيتك وعايز تاخد يا عم الدولار اللي انت بعته لنا هنديه لك تاني بس بدون عائد، احنا خدناه شغلناه الفتره دي وانت مالكش عندنا حاجه، المهم ان انت هتاخده تاني بس فورا، يعني مش هتستنى ال 5 سنين. ده كده الخبر. الخبر ده بقى ايه؟ حلو ووحش. انتوا شايفين ان هو فيه مميزات في عيوب، ده احنا هنناقشه دلوقتي حالا باذن الله. انا بس رفعت لكم الفيديو ده سريعا عشان اكون اول المبشرين بالحكايه دي. عايزين نتكلم ان شاء الله دلوقتي، هدخل معاكم في بث مباشر ان شاء الله على الفيس واليوتيوب، هحاول هنتكلم فيهم في البث ده، هنتكلم عن مميزات القرار، عيوبه،
مين اللي هيبقوا مستفيدين منه بجد، هل هو في استفاده بجد، هل هو بشرى بجد ولا هو لا وانت. وكمان هنتكلم عن نقطه مهمه قوي، هل ده هيأثر حاليا او هيعمل انفراجه في سوق السيارات المصري اللي اصبح بيعاني بعد وقف استيراد السيارات الزيرو والسيارات المستعمله اللي فيه بقت محدوده وبقى ثمنها مرتفع جدا. هل القرار اللي حصل ده هيوفر سيارات وهيبدا ان هو يهدي الضغط شويه على السوق المحلي ويبدا ان هو يهدي اسعار السيارات شويه، تبدا الاسعار تتخفض سنه بعد ما وصلت لارقام جنونيه؟ هل اليومين الجايين دول هنشوف انخفاض في اسعار السيارات؟ ده اللي احنا هنناقشه باذن الله في البث المباشر بتاعنا ان شاء الله. بعد ما تتفرجوا على الفيديو ده حالا ابداوا انضموا معايا في بث مباشر، هنبداه تقريبا ان شاء الله الساعه 8 مساء. تابعونا ان شاء الله وخلونا نتفرج على رايكم وراينا في الخبر الجميل ده. حاول انت تنشر الفيديو ده في اسرع وقت ولكل الناس عشان تبشرهم بالخبر الجميل ده. ودلوقتي هستاذنكم ونتقابل ان شاء الله الساعه 8 في البث المباشر بتاعنا. السلام عليكم.